السلام عليكم. المغرب تعرف واحد الارتفاع كبير في درجة الحرارة في الأيام الأخيرة، داكشي علاش غادي نطلب منك إذا كنت في الدار حاول تعمر واحد القراعي بالماء وحطهم عندك في الفريكو في الثلاجة، وإن فوا غادي تتم خارج خرج معاك واحد القرع، إن فوا غادي يبان لك واحد العامل للنظافة ولا واحد السيكيريتي سير عطيه واحد القرع. إذا كنتي غادي في الطوموبيل ديالك مع عائلتك وبالك واحد الإنسان بغا يقطع الطريق ما فيها باس تخليه يقطع اللو، لأن أنت وسط الطوموبيل ديالك كاين الكليمة مرتاح وهو داك الإنسان وسط هاديك الحرارة. إذا كنتي أنت كشاب كنتي بغيت تقدم واحد المحل ولا واحد السوبر مارشي وبانو لك واحد الناس اللي هما كبار في العمر ما فيها باس تقدمهم هما الأولين عليك وتصبر أنت، لأن أنت كشاب قادر تحمل هاديك الحرارة. إذا كنتي في الدار حاول تحط قدام الدار ديالك واحد العدد ديال الماء بالنسبة للناس اللي دايزين مع الطريق ممكن يشربو، ولا تعمر واحد الأواني بالماء حتى لدوك الطيور أنهم يشربو. ثق بيا اللي جيت صغار ولكن راهما الإنسانية في حد ذاتها. تبارك الله.